pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. خوتي خواتاتي السلام عليكم ميدامي مسيو بونجور هزو في الاول ان شاء الله انا نفلاي ريبورتور دو جول اليوم ان شاء الله نروح ان شاء الله لافيل تاع ميلون ايطاليا ان شاء الله ان شاء الله تزورها معي ان شاء الله نديروا جوله تما في مدينه ميلون الجميله يعني ميلون جميله مدينه جميله ميلون سين بلفيل ان شاء الله هذا فوزالي لا فيزيتي افيكم ان شاء الله نقولكم من هنا ومن بعد انا ولينا لكم انا في الايروبور مال بونتا دو ميلون انا في الايروبور دو ميلون يعني من المطار هذا جميل يعني نصم الايروبور نصم اريبي شو اريبي الايروبور دو مال بونتا دو ميلون سان بوان الايروبور الايروبور دو مال بونتا Il y a des modèles de l'Italie. يعني محطة كبيرة يعني كبيرة les grandes gares de la gare centrale de Milan, l'Italie. هاني عاود وليت ليكم هاني في محطة المترو مع محطة مترو لا غار سونترال هاني راح ديومو شيمو هادي لابلاص معروفة في ميلو هاني راح ليها دوك نوري لكم تيكي je suis à la station de métro de la gare centrale de Milan. Je vais aller à Duomo Chimo. C'est une place, une grande place qui est connue à Milan. Je vais vous montrer le tiki de Chiriwa. Vous êtes avec la journée. Vous êtes avec 7 euros. Je vais vous montrer le tiki que vous achetez pour passer toute la journée. Et vous allez prendre tout le métro, bus, tramway. هذا هو التيكي تذكرة تشريوها باش تركبوا اليوم كامل في ميلان تقدروا تخدموا به البيس ولا المترو ولا الترامواي وسي تيكي لا كو زالي اشتي كونت زالي فيني ا ميلان بور باسي توت لا جورني وزالي بروند بو في بروند افيك سي تيكي المترو البيس و الترامواي اي سا دير 24 اور وهذا التيكي هذه التذكرة تدوم 24 ساعة لحية لومباردي تاع ميلان نو سومو سونتر فيل دو ميلان لومباردي سونتر فيل ici c'est la place Duomo Chimo يعني c'est une place qui est connue ici en Italie elle est connue هذه الساحة واسمها الساحة واسمها بيازا دال ديومو هذه البلاصة تسابيل بيازا دال ديومو سي بلاصة اللي يكوني في سنتر دو ميلان ميلان تقع في شمال ايطاليا في شمال ايطاليا وعدد السكان نتاعها اكثر من 1,368,000 هذا
هذا بعد الإحصائيات عام 2016 مساحة مدينة ميلان تبلغ المساحة 182 كيلومتر مربع. Le nombre d'habitants ici à la ville de Milan, c'est 1 million, elle dépasse 1 368 000 d'après le recensement de 2016. La superficie, elle est de 182 mètres carrés. Regardez la belle place de Piazza del Duomo. يعني ساحة كبيرة معروفة هنا في ميلان، معروفة ميلان إيطاليا. نظموا فيها عدة، نظموا فيها كلش هنا كيما هنايا، ما حينظموا ان كونسير، حينظموا ان كونسير. C'est une place qui est connue où il y a beaucoup d'activités qui se organisent ici, comme ici c'est un concert. Ils vont organiser un concert. Regardez comment la place elle est grande. Vous pouvez s'arrêter qui est Kabira. On a ce duel. يعني مدينة ميلان تعتبر من المدن الموضة بعد باريس، بعد باريس ونيويورك ولندن. ميلان سي فيل دو مود ابري لندن باريس نيويورك. يعني مدينة جميلة تقع في شمال ايطاليا. تتجول اليوم نهاية العطلة، عطلة أسبوع الناس تتجول. اليوم سي سامدي فان سيمان لو جو سوبرمان وسوبر بيت لميلان. المهم سواح يعني يأكل سواح، كان سواح يجوز على المدينة ميلا. المدينة يعني معروفة بالفريق تاعها ميلو أصي، فريق اللي متوج بعدة ألقاب سواء في البطولة الإيطالية والكؤوس أو الكؤوس الأوروبية. لا في دو ميلو اللي كوني بار سون إيكيب دو فوتبول، سي أن بريتيجيو كلوب ويزون ريبورتي بليزيور تيتر. Championnat ou Coupe d'Italie ou Coupe d'Europe, surtout avec quand il y avait le président Berlusconi qui a construit une grande équipe qui a gagné beaucoup de titres. Maintenant, je trouve Canisa, Canisa de Milan, Canisa Cobra de Milan. Là, on voit ici on regarde l'église de la cathédrale de Milan. On voit les gens, c'est toujours on regarde les gens se promener à la place de Piazza del Duomo. هذا محل تاع السوفونير. دونك السوفونير تاع مدينة ميلانو، ميلان، ميلان. وهنا نحن ندخلوا إن شاء الله في لا غاليري واسمها فيكتوريو إيمانويل. احنا داخلين ندخل الى الجاليري واسمها فيكتوريو ايمانويل. هنا
مدينة لاجيري فيها دي لاجيري فيها مطاعم وفيها محلات. ici la galerie il y a des restaurants et des boutiques. نقول لكم اللي مازال ما اللي مازال ما اشتريش القناه تاعي ويدعمني ويدق دق الجرس باش يجيوه كاع الفيديو كي ندير نديرهم. Je dis aux gens qui ne se sont pas encore abonnés qu'ils s'abonnent. Il active la cloche pour qu'ils reçoivent toutes mes vidéos. Quand je fais des vidéos, il y aura l'alerte de mes vidéos. Donc, je dis aux gens qui regardent mes vidéos, je les remercie infiniment. شو لا قالوا لي شحال شابة يعني مليحة لا قالوا لي الناس يعني تأتي وتجول بالعائلات وقاعد يكون لا قالوا لي سنبال لا قالوا لي سنبال لا قالوا لي جران دي بروب دي جون دي ان فامي بور ديجوني وسبرومي الناس يعني تجي تأكل ولا تتجول لا قالوا لي هذه يعني شابة لا قالوا لي شابة جميلة. الماركات العالمية برادا محل برادا هذا مطعم صابيني يعني مام ايطاليا معروفه بالبيتزا الايطاليه الايطاليه اللي كوني بور سون بيتزا ايطاليان بيتزا ايطاليان اللي كوني مطعم صابوني محل يسبيطو معروف يعني محل الألبسة يسبيطو معروف عالميا يعني جولة ممتعة ستين بلد يعني مدينة ميلو مدينة ساحرة بجمالها هذا محل جوسي يعني جوسي محل معروف عالمي هذا مطعم هذا محل الألبسة الإيطالية أندريو تي يعني الإيطاليين معروفين بالألبسة الكلاسيكية والأحذية تاعهم يعني مليحة معروفين يعني الإيطاليين اللي كوني بور son habillement classique et ses chaussures italiennes qui sont connues. C'est des belles chaussures. Adam Mahal Church. Adam Mahal Church en anglais. L'Ahdiya. Même Adam Mahal Church, Adam Mahal.
هذا ثاني محل تاع لي سوفينير سوفينير تاع ميلان مدينة ميلان إيطاليا نقولكم الجولة انتهت الحلقة الأولانية انتهت من مدينة ميلان Je vous dis la première partie c'est terminé. Pour comme la prochaine vidéo, pour comme une vidéo le prochain, inshallah. Bikum salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even